مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم. ساحه جديده للراي. لا شك ان المشهد السياسي في لبنان وصل الى مستوى استثنائي، فعلى الرغم من تشكيل الحكومه برئاسه نجيب ميقاتي، الا انه مع مرور الوقت لم يرى لبنان الا مزيدا من الانهيار الاقتصادي والتازم السياسي. زياره الامين العام للامم المتحده انطونيو غوتيريش وان وضعت لبنان في دائره الاهتمام الدولي، لكن في المقابل يرى لبنانيون ان تصريحاته بدعوة قادة لبنان للوحدة لم تخرج عن إطارها التقليدي الذي لم يتغير منذ اشتداد الأزمة في البلاد، لقد كان لبنان وما زال ورقة في صراع مفتوح في المشرق العربي بين قوى إقليمية ودولية لها أجندات خاصة، لكن بالرغم من ذلك كان يخرج من أزماته على قاعدة لا غالب ولا مغلوب. لكن يبدو أن المشهد اللبناني أصبح في طور متقدم من الانهيار، حيث يزداد تعقيدا مما يثير القلق من حدوث تطورات قد تتجاوز الحدود والتوقعات، مما سيجعل الأمر مفتوحا على كافة الاحتمالات. في مساحتنا للرأي هنفتح المجال للقراءة والتحليل في هذا الموضوع مع ضيفي الدكتور سعد الزوبي، دكتور العلوم السياسية بجامعة قناة السويس. الحمد لله على السلامة. أهلا بحضرتك أستاذ إيهاب. أهلا بحضرتك، ربنا يخليك. خلينا في البداية نطلع تقرير وبعد هذا التقرير نفتح هذه المساحة للرأي فيما يخص الوضع في لبنان، فابقوا معنا. دلالات كثيرة حملتها زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى لبنان. عنوان الجولة الأممية التضامن مع الشعب اللبناني، حيث تأتي في ظل حكومة معطلة ووسط عرقلة لتحقيقات مرفأ بيروت وانتخابات نيابية مهددة بفعل التراشق السياسي. البداية جاءت بلقاء غوتيريش والرئيس اللبناني ميشيل عون، حيث بحث الجانبان موضوعات مهمة على رأسها الإصلاحات والانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في مارس القادم. ولم يغب عن المشهد ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل. وخلال مؤتمر صحفي مشترك شدد الأمين العام للأمم المتحدة على أنه لا يحق للسياسيين أن يكونوا منقسمين ويشلوا البلاد وهم يشاهدون معاناة الشعب اللبناني، اعتقاد عززه لقاء الأمين العام بقيادات سياسية ودينية، حيث أكد أن الحل يأتي من الداخل اللبناني على نحو يبدد الآمال في وجود خطة دولية لإنقاذ البلاد. تختلف القراءات والدلالات حول هذه الزيارة، ولكن ما لا شك فيه أنها تأتي في ظل انفجار اقتصادي واجتماعي غير مسبوق وظروف إقليمية ودولية صعبة عجزت النخبة السياسية في لبنان عن قراءتها. يبدو أنه رغم تشكيل الحكومة لا يزال الارتباك يصيب الجميع، والكل يراهن على الخارج والمجتمع الدولي يمسك بيد لبنان بحذر وصعوبة لمنعه من السقوط في هاوية الانهيار الكامل. مشاهدينا الكرام، اهلا بكم مجددا مره ثانيه. برحب بضيفي في الاستوديو الدكتور سعيد الزغبي، دكتور العلوم السياسيه بجامعه قناه السويس. في لبنان ما زالت تراوح مكانها، خاصه تفجير مرفأ لبنان اللي مر عليه تقريبا حوالي سنه شويه، كان في 4 اغسطس 2020. كيف هو الوضع مع زياره انطونيو غوتيريش الامين العام للامم المتحده؟ اهلا بحضرتك استاذ ايهاب، وانت اشرت النقطه مهمه جدا، انفجار مرفأ بيروت اللي خلى قيمة العملة اللبنانية تنزل لأقل من 90% من القيمة بتاعتها، وجعل 75% من سكان بيروت أو سكان لبنان تحت خط الفقر، ودي حاجة يعني دي مصيبة وطامة كبرى في لبنان، وهو ده يعني السبب اللي أدت إلى انهيار لبنان. لو حضرتك الكلمة اللي قالها نجيب ميقاتي مع غوتيريش في الزيارة الأخيرة، كان بيقول إن احنا عانينا من انهيار مرفأ بيروت زي ما حضرتك قلت في 2020، بعدها على طول الأزمات المتلاحقة لأزمة كورونا وانهيار الاقتصاد اللبناني،
وأشار لنقطة مهمة جدا وهي أزمة اللاجئين السوريين اللي موجودين في لبنان اللي بيعملوا هدر وضغط كبير على الاقتصاد اللبناني، يكاد يكون أكثر من 100 من أكثر من مليون لاجئ سوري موجود في لبنان. ودول الثلاث أزمات الاقتصادية اللي أشار ليهم نجيب ميقاتي في محور الحديث مع مبعوث الأمم المتحدة في لبنان، دول الثلاث أزمات اللي بيأثروا على الأزمة أو يعني المعايير الرئيسية في الأزمة الاقتصادية في لبنان. طبعا اللاجئين السوريين بيمثلوا عبء كبير على الاقتصاد اللبناني، عملوا هدر كبير للاقتصاد اللبناني، زودوا نسبة البطالة في الاقتصاد اللبناني. وأشار نجيب ميقاتي أن آن الأوان أن اللاجئين السوريين في الكلمة بتاعته ان هم يرجعوا الى المناطق بتاعتهم في سوريا، لان معظم المناطق في سوريا اصبحت امنة. رد عليه بقى انطونيو جوتيريش ان هو اتكلم معاه، قال له احنا بنشكر الكرم اللبناني ان هو استضاف اللاجئين السوريين معهم ايضا اللاجئين من فلسطين ايضا. يمكن مسألة اللاجئين هي ورقة منه يعني اوراق عديدة فيما يخص الملف اللبناني، ولكن ليست يعني بالقدر الكبير. هنا نتحدث عن أزمة أخرى، أزمة وزير الإعلام اللبناني ثم تقديمه واستقالته، ثم يعني هناك أحاديث على عودة العلاقات الخليجية اللبنانية بعد توتر. عندما نتحدث عن الخليج يعني لبنان أو السعودية بشكل أو بآخر هي معنية بالملف اللبناني بشكل كبير، خاصة أن على أراضيها تم الاتفاق في اتفاق الطائف. يعني هنا أتحدث هل من عودة قريبة، خاصة أن هناك رسائل متبادلة بين رئيس الوزراء نجيب ميقاتي وقادة دول الخليج بعد استقالة وزير الإعلام، أم أن الأمر أكثر من مجرد استقالة؟ شوف حضرتك ده اللي قاله برضو رئيس الوزراء نجيب ميقاتي في محور الحديث مع مبعوث الأمم المتحدة، قال إن دولة لبنان بتنأى تماما عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، وده اللي كان في الاتفاق الحاصل في 2011 لما كانت لبنان موقعة على أحد القرارات الهامة في جامعة الدول العربية وفي الأمم المتحدة أنها لا تتدخل في الشأن الداخلي بالنسبة للدول العربية عموما، ليست فقط الدول الخليج العربية عربي ولكن الدول العربية. وده الدور اللي ممكن نقول ان الدولة المصرية او القيادة السياسية هي اللي هتلعبه في عودة العلاقات القوية جدا مع لبنان مع دول الخليج العربي وخاصة المملكة العربية السعودية. تذكر حضرتك استاذ هاب لما سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كان في زيارة اخيرة للعراق، ولما راح العراق مع ملك الاردن كانوا بيبحثوا مد خط غاز يمر به الاردن والعراق لتصدير الغاز الى لبنان، لان لبنان في حاجة قوية جدا للطاقة الكهربائية. فده كان من أحد أسباب عودة العلاقات، لأن العراق الكويت الدول الخليج عموما لما بنرجع العلاقات مع دولة لبنان أعتقد أن هترجع تاني هذه العلاقات، وأنا ما أعتقدش أن الموضوع هيزداد أكثر من هذا. يمكن أنا قلت قبل كده أي نظام سياسي فيه نسب محاصصة أو فيه طائفية هو قنبلة موقوتة، يعني مع طول الوقت هناك قنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر في أي وقت. النظام السياسي في لبنان نظام محاصصة، رئيس الدولة ماروني، رئيس مجلس الوزراء سني، ورئيس مجلس النواب شيعي. وأنا قلت قبل كده أننا من يوم ما وعدت على الدنيا وأنا ونبيه بري ده رئيس مجلس النواب. هل المحاصصة يعني اللبنانيون خرجوا إلى الشارع ينادون باستقلال القرار السياسي في لبنان، خاصة أن هناك تدخلات إقليمية كثيرة سوف أتحدث عنها يعني، ولكن اللبنانيون يحتاجون إلى دستور جديد بعيدا عن هذه المحاصصة. هل لبنان قادر على إنشاء دستور جديد بعيدا عن الطائفية، بعيدا عن الشيعة والماروني والسني، دستور يوحد كل اللبنانيين؟ وده اللي قاله جوتيريش في اللقاء القمة اللي احنا بنقول عليه، فعلا لعل وعسى ان هو يأتي ببعض الحلول لبعض الازمات اللي موجودة في لبنان. قال ان انا بتعهد في لبنان هذه الطائفية اللي حضرتك قلت عليها والتعدد الحزبي الموجود في لبنان، وكانت الناس دي عايشة في سلام وفي امان، الناس دي قادرة استاذ ايهاب ان هي ترجع تاني وتكون دستور. الشيعي والسني والطوائف الكثيرة الموجودة في لبنان
قادرة ان هي تعمل دستور قوي. الدستور القوي دوت هنشوف نتيجته في الانتخابات المقبلة، لان الانتخابات المقبلة المزعم انعقادها في ربيع العام القادم ان شاء الله هيكون في اطار دستوري واطار تشريعي هيتم من خلاله هذه الانتخابات. انا اعتقد ان الطائفية والتنوع الشديد اللي موجود في لبنان، واللي اشار اليه مبعوث الامم المتحدة ان هو قال ان العاصمة بتاعته بتاعت بلده لشبونة هو اللي بناها الفينيقيين، وكان سعيد جدا جدا في فترة من الزمن بان عدم وجود مشاكل في هذه الطوائف اللي موجودة وان هي عايشة بسلام. تتذكر استاذ هاب ان احنا كنا بنضرب مثل بنستغرب ان هذا الشعب بمختلف هذه الطوائف ومختلف هذه الديانات وعايش في سلام. جه علينا فترة في التسعينيات وفي الثمانينيات احنا كنا بنتكلم عن هذا الموضوع. اعتقد ان هذه الطوائف وهذه الديانات المختلفة قادرة ان هي تعمل دستور موحد، وقادرة في اطار هذا الدستور ان هي تعمل انتخابات مقبلة وناجحة ان شاء الله. تصريح لرئيس الوزراء نجيب ميقاتي قال ان على لبنان ان ينأى بنفسه عن الخلافات العربية، ولكن تبقى التدخلات الاقليمية في لبنان رقم صعب في معادلة استقرار لبنان. نتحدث هنا عن تدخلات إيرانية ممثلة في حزب الله الذي يحمل السلاح بشكل أو بآخر، والذي يمثل تهديد للمؤسسة العسكرية ولمؤسسات كثيرة في لبنان. التدخل الإقليمي الإيراني في لبنان، وهل هو يعني أجل كل مشروع حل في لبنان؟ طبعا التدخل الإيراني، وده الخوف التدخل الإيراني حتى من إسرائيل اللي هي بتخاف من هذا التدخل الإيراني وتسليح حزب الله في جنوب لبنان في هذا الموضوع وفي هذا الشأن. ولذلك كان من ضمن الأساسيات والنقاط الرئيسية اللي أكد عليها مبعوث الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن هو اتكلم عن القرار الأممي 1701 اللي هو بيقول ان لازم القوات اليونيفيل الموجودة في جنوب لبنان بالضبط حفظ السلام تكون موجودة. قوات اليونيفيل دي حضرتك أستاذ إيهاب دي كانت موجودة من سنة 78 وكان عددهم 113 ألف جندي، دلوقتي قلهم في جنوب لبنان إلى 15 من 15 ألف جندي إلى 13 ألف جندي. والأول مرة أستاذ إيهاب والأول مرة يكون في دعم لوجيستي معمول، مؤتمر كبير اتعمل في فرنسا وعمل دعم لوجيستي ان قوات اليونيفيل او حفظ السلام اللي موجوده في جنوب لبنان تعمل على مساعده ودعم الجيش اللبناني. وده اللي اكد عليه مبعوث الامم المتحده الاخير ان انا عندي قوات حفظ السلام في جنوب لبنان لهذا الغرض، ان انا امنع التوغل الايراني وامنع الدعم اللوجيستي ودعم الاليات والمعدات للجيش اللبناني، وبالتالي هيكون في استقرار وامن وامان في جنوب لبنان. طب احنا هنسال نفسنا يهم ايه الامم المتحده ان يكون في استقرار وامن وامان في الجنوب؟ انت حضرتك تعلم ان باراك اوباما في 2016 عمل لمده 10 سنين دعم مادي لاسرائيل بمقدار 38 مليار دولار كل سنه، تبتدي من 2018 تنتهي في 2027. هذا الدعم المادي اسرائيل بتشتري منه اكيد الاسلحه الامريكيه والطائرات الامريكيه والصفقات الامريكيه اللي تعمل تحصين ليها. لو حصل ان جنوب لبنان ما كانش فيه امن واستقرار وكان فيه بقى دعم من ايران باسلحة لحزب الله وهكذا، طبعا هذا الدعم المالي اللي بيخرج من الولايات المتحدة الامريكية الى اسرائيل هيزيد، وبالتالي هيزيد عليه عبء اقتصادي كبير جدا في الولايات المتحدة الامريكية، وده اللي مش عايزة الولايات المتحدة الامريكية ان هي توصل ليه، ان انا ازود العبء الاقتصادي بمساعدة الدعم المالي لاسرائيل. يعني الحديث عن الولايات المتحدة الأمريكية يعني يأخذنا لمنأى آخر، هذه الدولة يعني بشكل أو بآخر هي دعم رئيسي لدولة إسرائيل المغتصبة، ويعني في كلام كتير إن حتى هذه الورقة ورقة لبنان تمارس ما بين في المشاورات الجارية الآن فيما يخص الملف النووي الإيراني. لكن خلينا هنا أنا أتكلم على الدور المصري. يعني منذ تولى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم وهو يتحدث عن عنوان هام جدا في العلاقات الخارجية المصرية، وهو عنوان المصالح المشتركة وعدم الدخول في أي شأن داخلي لأي دولة. مصر كان لها دور فعال في مسألة الأزمة اللبنانية. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى مع دولة رئيس مجلس الوزراء السابق
سعد الحريري أكثر من مرة، وأكد على دعم الدولة المصرية للبنان، ويمكن في دعم فيما يخص الطاقة والربط الكهربائي. دكتور سعيد، كيف ترى الموقف المصري من الأزمة اللبنانية؟ ليس فقط في عهد الرئيس السيسي بالتأكيد، ولكن العلاقات المصرية اللبنانية متطورة منذ السيد رئيس جمال عبد الناصر وموافقة لبنان على الانضمام إلى الجمهورية المتحدة مع سوريا في ذلك الوقت، وأصبحت أيضا متطورة في عهد الرئيس السادات. انقطعنا فقط عندما وقعنا اتفاقية السلام مع إسرائيل، ثم رجعت مرة ثانية العلاقات وتوطدت أيضا في عهد السيد رئيس عبد الفتاح السيسي. العلاقات المصرية الخارجية مع الدول الجوار، أستاذ إيهاب، مصر لا تستفاد بأي شيء، مصر يهمها الأمن والاستقرار لدول الجوار والحفاظ على مؤسسات الدول العربية بالتأكيد طبعا، وإنشاء دستور وإقامة انتخابات في موعدها مثل ما بيحصل دلوقتي في ليبيا في إعادة وصفقات إعادة أعمار. أستاذ إيهاب، دي حاجة جميلة جدا إحنا بصنا لها دلوقتي مؤخرا، يعني إحنا ما كناش في الدولة المصرية بنبص لصفقات إعادة الأعمار يعني منذ قبل، ولكن دلوقتي إحنا عندنا صفقات إعادة أعمار في العراق، عندنا صفقات إعادة أعمار في ليبيا وأيضا في لبنان. شوف حضرتك، زي ما قلت لحضرتك، الزيارة الأخيرة لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومد خط الغاز، لما جه سيادة الرئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي وطلب مد مصر بالطاقة الكهرباء، وسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وعد إن هيكون في مطلع 2022 إن شاء الله هيكون في هذا الخط المار بالأردن وسوريا، بيمد لبنان ب 650 مليون قدم مكعب من الغاز، بتساعد لبنان في الخروج من أزمة الطاقة الموجودة عندها وهي الكهرباء. يمكن في أكثر من مؤتمر عقد في باريس أو برعاية فرنسا وماكرون لإعادة إعمار لبنان بعد حادث انفجار مرفأ لبنان. هناك منظمات دولية الآن يعني تبدي استعدادها لإعادة إعمار لبنان، هل لهذا يعني هذه المنظمات تريد ثمن لإعادة إعمار لبنان؟ خلينا نشوف تقرير الصحافة وبعد كده نتحدث أكثر في هذا الملف، فابقوا معنا. البداية من العين، حيث يرى محمد قواس أن جولة الأمين العام للبنان إقرار مبطن بأن الأمر ليس بيد اللبنانيين، كما أن زيارته للقوات الدولية بالقرب من الحدود مع إسرائيل دليل آخر على أن تدخلا دوليا تم داخل المنظمة الأممية، هو من فرض خيارات كان يرفضها أصحاب القرار اللبناني في الخارج. السياسة الدولية، الدكتور عبد الله سعيد يشير إلى أنه لم يكن لبنان يوما أولوية سياسية على الأجندة الدولية، وحتى المبادرة الفرنسية قد التزمت بحدود الممكن والممنوع، ولهذا سيبقى لبنان ومصيره مرهونا بملفات كثيرة تهم عواصم قوى إقليمية ودولية ترسم حدود توازناتها في لبنان وفقا لمصالحها. في النهار، سركيس نعوم، لا يمل المسؤولون الغربيون من الحديث عن أهمية إجراء الانتخابات اللبنانية في موعدها، لكن الأهم هل ستشكل الانتخابات النيابية بداية النهاية لأزمات لبنان، أم سيزداد المشهد تعقيدا في حال الاعتراض على نتائجها ونكون أمام سيناريو عراقي جديد. الأهرام، نبيه بري، إسرائيل لا تريد دورا فاعلا للأمم المتحدة في أي مهمة تتعلق بجنوب لبنان، خاصة ترسيم الحدود البحرية، لابد أن تكون المفاوضات بعهدة الأمم المتحدة وبحضور الأمريكيين، فالمماطلة تؤثر على اقتصادنا وتؤخر معالجة أزماته. في اندبندنت عربية، يشير رفيق خوري أنه لا مجال لإقامة نظام جديد في الشرق الأوسط دون ثلاثة عوامل: توازن قوي وتوازن مصالح وسلام دائم، دون أن يكون ذلك ضمن ترتيب أمريكي روسي صيني، ولا عبر أيادي القوى الإقليمية المتصارعة فوق الدم والتراب العربي. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم مجددا. خليني قبل ما أطرح أو نجاب على السؤال الخاص برعاية فرنسا ماكرون والمنظمات الدولية لإعادة أعمار لبنان، كان في التقرير الصحافة يعني كلمة لنبيه بري رئيس مجلس النواب يتحدث أن استقرار أو أن إسرائيل لا تريد استقرار للبنان، لأن استقرار لبنان سوف يتم بعده يعني مسألة ترسيم الحدود البحرية بين الدولتين، وإسرائيل لا تريد ذلك يعني.
خلينا تعقيب سريع على تصريح رئيس مجلس النواب. طبعا هي اسرائيل لا تريد ترسيم الحدود، وليست اسرائيل استاذ ايهاب، ايضا الدوله العثمانيه تدخلت اول ما بتسمع ان في قبرص بترسم حدودها مع اي دوله، تركيا بتتدخل في هذا الشان يعني. فطبعا اسرائيل لا تريد، ليه؟ لان انا عندي اثنين حقل، حقل قانا وحقل كرايش. حقل كرايش وحقل قانا، كرايش واخداه تل ابيب او واخداه اسرائيل، وده بيمثل او الانتاجيه بتاعته 1.3 مليار قدم مكعب، ودي انتاجية كبيرة جدا. هذا الحقل الشمال بتاعه على الحدود، المفروض لو احنا رسمنا الحدود او عملنا ترسيم للحدود اللبنانية القبرصية في البحر الابيض المتوسط هيكون من نصيب لبنان. وطبعا الانتاجية دي عالية، هيساهم في رفع لبناني. طيب لبنان في حقل تاني اسمه حقل قانا، موجود في البقعة او المنطقة رقم 9 اللي هي بتجادل عليها لبنان مع اسرائيل في الامم المتحدة، اللي هما 860 كيلو متر مربع، وبتقول انا هاخد قانا في مقابل ان انا هسيب هذا الحقل لاسرائيل. طبعا حقل قانا دوت عايز يعني عايزين نقول ايه، بنية تحتية، وعايز اسهامات دولية. حتى الولايات المتحدة الامريكية قالت ان هي هتطرد الثلاث شركات الكبار اللي موجودين في هذا الحقل، وهيبقى هذا الحقل حقل عربي امريكي او حقل لبناني امريكي صافي. ده لو لبنان نجحت في المفاوضات بينها وبين اسرائيل في الامم المتحده ان هي تترك هذا الحقل، حقل كرايش اللي موجود في الحدود الاسرائيليه او السواحل الاسرائيليه، وتاخد حقل قناه. هذا الحقل يبعد 100 كيلو متر مربع عن اسرائيل. فطبعا هم بيقولوا ده مقابل دوت، وانا واحسن الحلول اعتقد ان هو دوت لصالح رفع الازمه او الانتهاء من الازمه الاقتصاديه الموجوده في لبنان. عوده الى سؤالي قبل التقرير الخاص بفرنسا ماكرون والمنظمات الدوليه ومساعدتها للبنان وإعادة أعمار لبنان بعد حادث مرفأ لبنان 4 أغسطس 2020. مرفأ لبنان 218 ضحية في هذا المرفأ، أكثر من 7000 مصاب في هذا المرفأ. هذا المرفأ أستاذ إيهاب جعل العملة اللبنانية تنهار، يعني قلت قيمة العملة اللبنانية بقيمة 90% من القيمة الشرائية بتاعتها، وكمان جعل 75% من سكان دولة لبنان تحت خط الفقر بانفجار هذا المرفأ. ماكرون والدولة وفرنسا ومساعدتها للبنان، انا اعتقد ان احنا نذكر في بداية 2021 والمؤتمر الكبير اللي عملته فرنسا مع منظمات اجنبية ومع دول اجنبية ولم يشارك فيها دول عربية، وهو مساعدة قوات حفظ السلام الموجودة في جنوب لبنان للجيش اللبناني، لم يشارك فيها اي دولة عربية ولكنها كانت كلها منظمات دولية. صفقات ما بعد الاعمار، فعلا صفقات ما بعد الاعمار تحتاج كثير من الجهود من الاتحاد الاوروبي، وده اللي وعد بيه ماكرون، بس وعد بيه لما كان في زيارة لنجيب ميقاتي لفرنسا في مطلع هذا العام في 2021، لما قال له لو احنا هنجري انتخابات في موعدها وهنعمل وهكون في اطار دستوري كبير وفي اطار دستوري مشروع، احنا هنبدأ ان احنا نساعد لبنان او الدولة اللبنانية في هذه الازمات الاقتصادية، وخاصة ان هو نادى باستقلال القضاء واحترام القانون والمساهمة في مساعدة المنكوبين في هذا المرفأ لو تحققت العدالة في التحقيقات الجارية في حادث انفجار مرفأ بيروت. يمكن في تصريح خاص بماكرون أن هناك مبادرة فرنسية سعودية لإعادة أعمار لبنان، يعني مع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. خليني أخيرا، عندي سؤالين. السؤال الأول، يعني هل يمكن الأمم المتحدة بعد زيارة أنطونيو غوتيريش، خاصة أنه أكد أن مسؤولية الأزمة اللبنانية تقع على عاتق السياسيين، وإذا كان هذا التصريح مقرر، يعني هذه الزيارة التي قام بها أنطونيو واللغة، حتى اللغة التي تحدث بها في أكثر من مؤتمر كانت لغة يعني تحمل السياسيين في لبنان كثيرا من هذه الأزمة، هل الأمم المتحدة قادرة على أن تكون أداة فاعلة في حل هذه الأزمة؟ ده سؤال الأولاني. والسؤال الأخير، 100 يوم من يعني تولي نجيب ميقاتي رئاسة مجلس الوزراء، هل من أمل لحل الأزمة اللبنانية بعد استقالة وزير الإعلام، بعد مناشدة ماكرون للسعودية ودول الخليج مساعدة لبنان للخروج من أزمته؟ تعالى حضرتك الأول، السؤال الأولاني اللي هو كان الدولة الفرنسية
ومساعدة الدولة الفرنسية. طبعا فرنسا كان ليها عبء كبير، والسؤال الأولاني كان عن السعودية تقريبا، أو عن دعوة ماكرون في جدة، هو ولي العهد محمد بن سلمان، دعوة ولي العهد محمد بن سلمان للمساعدة في إعادة أعمار لبنان ودول الخليج، يعني عليها ان تقدم المساعده خاصه بعد استقاله وزير الاعلام. تمام. دول الخليج طبعا ليها باع كبير جدا في اعاده اعمار لبنان، زي ما احنا قلنا دلوقتي مصر بتساهم في اعاده اعمار لبنان من حيث الطاقه الكهربائيه. بالنسبه للدول الخليج العربي، الامارات بتساهم بنسبه كبيره جدا في اعاده او صفقات اعاده اعمار لبنان، وخاصه في اعاده بناء مرفأ بيروت او هذا المرفأ مرة ثانية. بالنسبة للاتحاد الأوروبي، احنا لا نغفل برضو أيضا دور الاتحاد الأوروبي في هذا الموضوع. بالنسبة للزيارة الأخيرة بتاعت أنطونيو، زي ما حضرتك أنت ذكرت في السؤال بتاع حضرتك، هل هذه الزيارة هتقدر تحل هذه الأزمات المتلاحقة؟ زي ما قال نجيب ميقاتي، إن احنا بنخرج من أزمة بندخل في أزمة أخرى، يعني متلاحقة على طول. أنا أعتقد، عارف حضرتك أستاذ إيهاب، الدبلوماسية الصامتة الخاصة بالفاتيكان، الفاتيكان ليه دبلوماسية كده صامتة. أنا أعتقد إن الأمم من تحت لتحت، من تحت لتحت. أعتقد الأمم المتحدة، بالرغم إن الأمم المتحدة بتجتمع 3 مرات سنويا بخصوص الأزمات الموجودة في لبنان منذ انهيار أو منذ تفجير مرفأ بيروت، أعتقد إن هي دبلوماسية صامتة. وزي ما حضرتك قلت، إن المبعوث الأممي أنطونيو كانت الزيارة زي ما نقول إيه، عبارات متكررة، عبارات اللي احنا بنسمعها سمعناها في قمة المناخ، يعني مش جديدة. ما فيش اي حاجة، ما فيش استاذ ايهاب برنامج، ما فيش خطة اقول انا هعمل 1 2 3. انا عندي 3 ازمات اقتصادية كبيرة جدا في لبنان، لو انا مسكتهم وعملت برنامج، لو جه مبعوث الامم المتحدة وقال انا هحل 1 2 3 4، كان ممكن احنا نخرج بلبنان من هذه الازمات. اول حاجة ازمة السياحة اللي موجودة في لبنان، لو انا حطيت برنامج قوي علشان ان انا اقوي من السياحة اللي موجودة في لبنان، هخرج بلبنان من هذه الأزمات. لا، الأزمة الليرة والأسعار والخبز لا، ده أزماتهم كتيرة قوي. لكن عشان وقت البرنامج، كان سؤال الأخير 100 يوم من رئاسة نجيب ميقاتي، هل هناك حلحلة للوضع اللبناني؟ هل من بوادر حل الأزمة اللبنانية التي طالت على الشعب اللبناني بصراحة؟ أستاذ إيهاب، إن لم يكن هناك ردود فعل وأفعال أو حاجات بتحصل في لحل هذه الأزمات الموجودة في لبنان، وأنا أعتقد أن نجيب ميقاتي بالطرق الدبلوماسية، حتى وإن هو راح في لما دعا مبعوث الأمم المتحدة في مؤتمر جلاسكو في المناخ، وقال له تعالى شوف الوضع في لبنان، ودي كانت أول زيارة جلاسكو في لندن في بريطانيا 2020. فأعتقد أن كل هذه الجولات المكوكية، وأن هو بيجي القاهرة وبيتكلم عن الازمات، وان هو طالب بالغاز اللي احنا هناخده من اللي هياخده من مصر الى لبنان، العلاقات، ولما يقول ان لبنان بتتناء عن اي تدخل في الشؤون الداخليه الخاصه بالدول العربيه، اعتقد ان ده في حد ذاته في الاليات اللي موجوده مع نجيب ميقاتي او مع الحكومه اللبنانيه الحاليه، اعتقد ان دوت حاجه يعني بدايه الخطوات لحل هذه الازمه. يبقى الشعب اللبناني هو الرقم الصعب في هذه المعادله، ان لم يسمع السياسيون لمطالب الشعب اللبناني، فالأزمة اللبنانية ستستمر. هذه الطائفية وهذه المحاصصة ما بين ماروني وشيعي وسني لن تزيد الوضع إلا تأزما. نتمنى للبنان التي كانت في وقت من الأوقات وسط العرب أن تعود مرة أخرى منارة، ويعني لبنان الذي عشقناه. يعني نتمنى يا أستاذ، الله يخليك، نتمنى كل دول العربية السلامة بالتأكيد. في نهاية هذه الحلقة من مساحة للرأي، بتوجه بالشكر لضيف الدكتور سعيد الزغبي، دكتور العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، شكرا جزيلا لك وملائي فريق عمل مساحة للرأي لهذا اليوم، وشكر كل السادة المشاهدين على حسن المتابعة. ألقاكم دائما على خير، إلى اللقاء.